الخير يا امير. العادة التمام يا ملك. استعدوهم يا امير. وحد يعد ورا الملك. كانت محتاجة لمعرض سيارات على مستوى فخم كده. وقام السيد رئيس الحي بافتتاح معرض رجل الاعمال السيد الرمال. ايه يا ولد عامل ايه؟ كبار رجال الاعمال والمسؤولين باحدث موديلات السيارات. حد كان يصدق سيد ونرجس وصاحب التلفزيون؟ قولوا كمان صاحبك معرض سيارات. شفتوا بتقدم ايه؟ ده بيقولوا سيد بقى راجل من رجال الاعمال. ومين ده كله؟ يمكن سيد وارد. ويمكن نرجس وارد. ونرجس هتورث ازاي وابوها عايش؟ يمكن وارد امها. ابن ابن على ابوها. وصلت اليه. وذلك في معرض سيد الرمادي. رجعتوا امتى من اشترامي؟ انا هشرح لك كل حاجه معاك. هتقول ايه يا سيد؟ هتقول اني كنت مغفل لما صدقتكم؟ وانا هقول ايه للناس اللي شافوكوا في التلفزيون؟ هقول انكم ضحكتوا على شيبتي واستغفلتوني على اخر الزمن؟ يابا انت تكره ان بنتك تعيش في خير جوزها؟ وخير جوزها ده كان مستخبي فين وظهر؟ يابا يا معلم ده احنا بنشتغل موظفين هنا والمستوظفين بيكتبوا اساميهم على يوفة السيد. طب يا معلم ما يصحش كده. اتفضل معايا فوق نتفاهم. ابعد ايدك الوسخه دي عني. حط الله ما بيني وما بينك. ما كفايه فضايح بقى يابا. ما هي الفضايح كلها من تحت راسكم. حطيتي راسي في الطين. فضلت ادافع عنك واكذب نعيمه لكن اهي طلع كلامها مظبوط. هي نعيمه دي بقى مش هتخلعني بقى من نفخه. اخلصي. اوعي تغلطي في حقها يا فاكره. بره. اطلع بره اطلع بره. يا حصلت بتطرديني يا بنت ثانية؟ روح يا شيخ لا انت بنتي ولا اعرفك. انا متبري منك لحد يوم الموقف العظيم. مساء الخير. اشرف بيه انت دخلت هنا ازاي؟ لا مؤاخذة انا نسيت اقول لك ان انا معايا نسخة من المفتاح. اصل دي كانت شايفها خصية. لما كنت احب اهرب من الناس اجي هنا استمتع بالهدوء والمناظر الحلوة. اما اروح اعمل لك فنجان شاي؟ مفيش داعي. انا جاي اقعد معاك حبتين اسليك قبل ما يرجع السيد بدل ما انت قاعدة قلقانة وحيدة. بس ما افتكرش سيد هينبسط لو شافك هنا. هو مش بيثق فيا وفيكي؟ بس ما تنساش انه تربية فلاحين وممكن جدا يتهور لو ساء الظن. نعلمه يتمدن شوية ثم المستوى اللي هو عايش فيه ما يخلوش يفكر انه يتهور عشان حاجة هايفة مش من فضلك يا اشرف بيه. انا ما اسمحلكش. وانا ما احبش حد يستغفلني. قصدك ايه؟ انت بتلعبي لعبة كبيرة قوي يا نرجس ما انتش قدها. وعيب قوي انك تنطحي راسك براسي. حكيم انا راسي ناشفة قوي وكتير قبلك حاولت وكانت النتيجة ان راسهم هي اللي بتتفشفش. ما انا عارفة يا شربيه. ولما انت عارفة كده ايه اللي خلاك تنط على الجواز بتاعي؟ ايه اللي خلاك تضحكي على الراجل الطيب لطفي بيه وتقدمي له اوراق وضمانات مزيفة؟ بتضحكي على مين يا نرجس؟ عموما انا صلحت الغلطة
ووريته ورقة الضد، والراجل الله يكرمه سحب موافقة البنك على تمويلي. أما من ناحية صبحي بيه ففهمته إنكم تشتغلوا لحسابي، ومضيت معاه عقد الجراج القديم والجديد ودفعت له عربون. أما من ناحية عربيات عهدي بيه فاشتريت منه الكمبيالات اللي انتوا فاضيينها، وكده بقيت انتوا مديوني. وجيت عشان أرقصك من ودانك وأقول لك عيد تلعب بالنار، لأن لسعتها جامدة أوي، وأنا مش عايز أنسعك يا نرجس لأني لسه عايزك. سوري يا أشرف بيه. لا بقى بتاكلي من حيلي وتقولي لا، تلبسي من حيلي وتقولي لا، مش المجراوي قال له لا. لا نجوم السماء أقرب لك إنك تمس شعرة واحدة من راسي. عاملة لي شريفة يا بنت سرية. أنت فاكراني يا بنات؟ ده أنا أفعصك برجليا. أنا كمان ممكن أفعصك برجليا. بلاغ صغير للبوليس أقول لهم في إن أشرف بيه يبقى المعلم منجلاوي تاجر المخدرات، وأظن ساعتها البوليس هيفرح قوي يا أشرف بيه. بتهدديني يا بت؟ مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا أشرف بيه. أنا لحمي مر قوي يا معلم منجلاوي. وأنا بقى بموت في اللحم المر. صباح الخير يا معلم منجلاوي. صباح الفل والورد والياسمين يا نرجس. الله، هو ابويا مش هنا ولا ايه؟ ابوك وصل مع مفتش التموين، بس الحمد لله براء. طيب اما اقعد استناه بقى لحد ما يجي. الواد سنارة نضف قوي، غسلته بمسحوق ايه يا معلم؟ غسلته بمسحوق المحبه، حكم انا اللي يحبنا اديله عناية. طول عمرك حنين وقلبك كبير يا معلم. وحشاني قوي يا نرجس. انت اللي بقالك مده كده محدش بيشوفك. هو اشغال يا نرجس. ايه والاشغال دي برضو تمنعك انك تيجي تزور ابويا؟ ونقدر استغنى عن ابوكي؟ كل ما بشوفك بفتكر السنين اللي مرت من عمرنا. السنين بتفوت زي الريح يا معلم. كبرت قوي يا نرجس. وانت كمان كبرت يا معلم منجلاوي. قاعده كده ليه يا بيت؟ يوه يابا، كنت قاعده مستنياك. عاوزه ايه؟ مش انا اللي عايزه، دول الجماعه اللي عايزين لحم. طب اجري روحي انت وانا هبعت لكم على الواد بنت. يابا بس عايزه فلوس عشان اشتري والقس وبطاطس وطماطم. خدي يلا غوري من وش بقى، ده هي تاختك انت واللي خلفتك. ما تشرب الشيشة يا معلم منجلاوي. اشربها ازاي ونارها مطفية؟ اتويل عملها يا واد بندق. حاضر يا معلم. تعرف يا معلم حلفي، نرجس كبرت قوي واتدورت، لازم تسطرها يا اخي. على فكرة انا ناوي اجوزها واحدة فندي. وهتفضل مستني كتير لفندي ده؟ ما يجي نصيبها بقى. بس حرام تفضل كده من غير جواز والسنين بتجري. فين يا بيه؟ أصل سمعت خطوتك على السلم، جيت أفتح لك يابا.
عيش يا نرجس. مدبولي هات الشنطة دي هنا. لا لا حطها جنبي هنا. عندهم شغلانه صغيره هيعملوها. خدوها خدوها. خدرت بيا يا ندل يا جدان يا كلب يا مجرم. هوديك في داهيه يا جدان. هوديك في داهيه يا جدان. شركة الطيران العربية المتحدة عن قيام رحلتها رقم 271 المتجهة إلى لندن. على جميع السادة ركاب سرعة التوجه لباب الجوازات لإنهاء إجراءات السفر. شكراً. تعلن شركة الطيران العربية المتحدة عن وصول رحلتها رقم 502 أدم بي. يلا بسرعة خلاصوا منها. اطلع على طول. حد منكم يكون زعلان. شيلوا شيلوا الحاجات دي. ولزموا ايه الخطف؟ ما انتوا بتخشوا البيوت عيني عينك وبتجرجروا اللي انتوا عايزينه. هو انتوا بيهمكوا؟ احنا متاسفين يا مدام ساميه، بس كل قضيه ولها ظروفها. اتفضلي اتفضلي. من كده اني خلاص بقيت قضية؟ لا 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 مش انتي. سيجارة. صندوق.
اللي كان جوه الصندوق. انا سبق وقلت لك قبل كده اني معرفش اي حاجه عن اللي جوه الصندوق. معقول؟ معقول مش عارفه ايه اللي جوه الصندوق؟ انت كده بقى هتتعبينا وهتتعبي نفسك معانا. انت عايز ايه بالظبط؟ الفلوس، الفلوس اللي كانت جوه الصندوق. قلت لك الصندوق كان جواه هدوم. وانا عارف ان كان فيه فلوس. انت هتكلمني ولا ها؟ ولين انا افضل. عارفه في ايه ده؟ ميه نار. شويه كده على وشك الجميل ده. خساره، خساره قوي. لكن مضطر يركب الصعب. قلت ايه؟ كلمي. يعني انت كل اللي يهمك الفلوس؟ ايوه. وعايز توصلها باي طريقه؟ ايوه. ادهم بيه، هو سيرتك ايه بالظبط يعني؟ مخابرات ولا مباحث امن دوله ولا ايه بالظبط يعني؟ وري تفرق في ايه؟ لا دي تفرق كتير. ازاي؟ مباحث لو عايزاني كانت قبضت عليا في عز الظهر قدام الناس كلها. ايه اللي يخليها تخطفني؟ لا انا عندي حصانه ولا حواليا حراسه. اما المخابرات بقى فما بتستعملش الوسائل البدائيه دي. Thank you. أي خدمة تانية؟ أصل عمر بقاله مدة ما اتصلش بيا وأنا مش عارفة طريقه فين، فلو تقدر حضرتك تقولي بس ممكن ألاقيه فين ولا. من فضلك بليز، أنا عملت الحاجة دي بس عشان خاطر الصداقة قديمة. فضلك بعد كده أرجوكي مفيش داعي تيجي عندي تاني هنا. بليز، مع السلامة. تفضلي. أظن كده بقى يبقى حددنا سياسة الجريدة بالنسبة لشغل الأسبوع اللي جاي. أي أسئلة؟ شكرا. شكرا يا سيد. ده الباسبور وتذكرة السفر لأبو ظبي. السفر بكرة إن شاء الله. بكرة؟ أيوه. بس جايز ما أقدرش أسافر بكرة. كلام إيه اللي بتقولي ده يا عزمة؟ مؤتمر أبو ظبي ده مهم جدا، وإحنا اخترناك أنت بالذات لأنك من أكفأ الصحفيات اللي عندنا هنا في الجريدة. عزمة، أنا حاسس إنك مطيرة. أنا طبعا ماليش إن أتدخل في حياتك الخاصة، لكن إحنا هنا في الجريدة بنعتبر نفسنا أسرة واحدة. بس إن كنت عاوزة تسمعي نصيحة أخ أكبر، سافري، سافري يا عصمت، وأرجو إنك ترجعي لنا عصمت بتاع زمان، مش كده ولا إيه يا عصمت؟ حاضر، هحاول. Thank you.
من هنا، اتفضلي. ثاني باب على الشمال. انا هسافر من غير ما اشوفك. ما كنتش هسمح لك. متاكد ان مفيش حد وراكي؟ ما تخافش، انا نفذت تعليماتك بالحرف الواحد. حبيبي يا عمر، لقيت المكان ده ازاي؟ ولاد الحلال كتير. جبت الباسبور؟ ايوه حبيبي اهو، حضرت الجواب. انا مسافره بكره الساعه كام؟ الساعه 10. الجواب جاهز، بس كان في حاجة كده كنت عاوز ابعتها لصاحبي معاكي، حاجة هو بيحبها قوي. ايه هي؟ شوية بطارخ بلدي، ممكن؟ اخس عليك يا عمر، انت بتسألني؟ اعذريني يا حبيبتي، غبي. ما تقولش كده، ده انا يا ريت اقدر احطك جوه قلبي واقفل عليك واخدك معايا. هتوحشني يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر. بعد اذنك يا حبيبتي هبعت حد بس يجيب البطارخ، مش هتاخر عليك. وصول المعلمين برضه يا حمدان. انا راجل في بيتي وهي اللي جاتني برجلي. اخلص، ده هو اللي غشاني يا معلم. عارف، ما انا حكيت له على كل حاجه. طيب يا جابر، انت برضه لسه ليك عين تتكلم؟ خدها وانزله يا جابر. حاضر يا معلم. يلا افكار. طلعت صغير يا حمدان. ما خلصنا بقى. لو تعرضت للبنت دي تاني انا اللي هربيك. ومالي؟ مش قلت لك افكار؟ انت لزامك راجل عشان يحميك. معاك حق يا جابر، الغلابه ما تعيش بين الديابه. متزعليش يا افكار، عيل غلط وتربى. ربنا يخليك ليا يا معلم زينب.
اركبها يا بنت الناس. تبقى تجيني الصبح يا جابر وما يهمكش منه، انا هشغلك عندي. اطلع يا سيد. أزاكي؟ لا يا معلم، وشرفك رقعته علقة، بس أنا عارفة إن حمدان مش هيفوتها. طول ما أنا موجود على وش الدنيا عمر ما حد هيستجرب يدوسلك على طرف. تعيش لي يا معلم. أنا مناي أعيش لك يا أفكار. أعيش لك العمر كله. مبروك يا معلم زين. نجيلك دايما في الافراح يا شفع بيه. مبروك يا عروس. زينهم اللي لادي انحسد بخدامته اللي تتحسد عليه. تعيش يا افكار. عن اذنك بقى يا معلم. ودي تيجي برضو يا شفع بيه، ما ديك مأنسنا شوية. لا معلش، اصل المشوار للعزبة طويل شوية وفي ناس مستنيين هناك. ما تبقى تجيب العروسة وتيجي تزورون ولا ايه يا عروسة؟ تشكر، بس اما يؤمر المعلم. احنا يزيدنا شرف. مع الف سلامة. لا لا لا، خليك انت جنب العروس. لا لا، ودي تيجي برضه. لازم اوصلك لحد العربية، ده انت مجيتك هنا بالدنيا دي كلها. شكرا يا معلم. صباح الفل. صباح القشطة. مبروك يا معلمها. ومالك بتقولها كده؟ امال عايزاني اقولها ازاي يعني؟ ما تفرحليش يا جابر. رحت اجيب واحد يخلصك من التاني. اتكلت انا. الاخوه ابقى من اي حاجه، وعلى العموم ما يهمكش من حمدان. انت من النهارده تبع المعلم الكبير كده. تشكري قوي يا معلم. بالاذن. ليه؟ أنا قلقت عليك يا سيد. الباقي في حياتك حبيبي. أنا عارفة المرحوم كان غالي عندك قد إيه. مات وسابني للكلاب تنهش في لحم. ولا يهمك، البركة في إخواتك. إخواتي هم أول من نهشوا. ضيعوا لي أرض الملاليم علشان أقدر أكمل تعليم. ولا يهمك يا سيد، بكره هتتخرج والفلوس تجري في ايديك وتشتري ارض غيرها. ما المصيبه ان الفلوس اللي بيعوني بيها الارض اتبشرت مني في الاوتوبيس. يا لهوي، وما بلغتش البوليس؟ عملوا لي محضر، شفت النحس. ولا يهمك، فداك يا حبيبي. فدايا ازاي؟ ده الفلوس دي كانت هتعيشني 10 اشهر لقدام. انا الموت ارحم لي من العيشه دي. لا يخص عليك، هو اسمعك تقول كده. ده انت ضفرك عندي بالدنيا بحالها. انا من غيرك مسواش حاجه.
انت كل حاجة ليا في الدنيا دي يا زين. انا خلاص الدنيا اسودت في وشي. تشتغل يا سيد. ازاي والكلية والامتحان اللي فاضله كام شهر؟ تشتغل وتذاكر يا سيد. صعب صعب يا نرجس. مفيش حاجة في الدنيا دي صعب. انت لسه صغير لازم تتعب. مفيش حاجة بالسهل. اوعى حاجة تقف قدام مستقبلك، فاهم؟ اوعى تخلي حاجة تقف في طريق مستقبلك. لازم تنجح وتاخد شهادتك، لأن هي دي الأمل اللي هيقربنا لوش الدنيا. والأمل ده هيعيش ازاي وأنا مفلس ومش لاقي آكل؟ طب خلاص ما تزعلش، أنا كنت محوشة 43 جنيه ونص، خدهم وأمر لله. لا لا يا نرجس، أنا فلاح ومرضاش إن حرمة تصرف عليا. اخس عليك يا سيد، هو أنا وأنت مش واحد؟ مستقبلي هو مستقبلك. يا ولد انت بكره هتبقى محامي. لا هتبقى وكيل نيابه. هتبقى قاضي. همشي افتخر بيك في كل حته والناس تقول لي اتفضلي يا مرات القاضي. عن اذنك يا مرات القاضي. لو سمحتي يا مرات القاضي. مش كده برضه يا قاضي؟ روح قلبي. انا مستعده ابيع شعر راسي ولا اشوفكش يوم متضايق يا سيد. حبيبتي يا نرجس، بس لو الدنيا تدينا وما تاخدش منا. ولا يهمك، بكره هنمسك النجوم بايدينا. هنمسك ايه النجوم؟ بكره تشوف يا سيد، بكره تشوف. مش عايز ابقى فاضع مش كويس، يعني في صريح العباره كده مش عايز ابص الاقي نفسي تحت تاني. طب اجيب لك حاجه تانيه تشرب؟ لا مفيش داعي للازعاج. وبعدين ده بيتي، اي حاجه اطلبها من غير كسوف. من غير كسوف. من استاذ هلال، ده مش بيتك، ده بيت صاحبك وانت ضيف فيه. ما انا برضه قصدي كده، بيت صاحبي يبقى بيتي. سلو بلدنا كده. وسلو بلدكم انكم ما ترجعوش الامانه. شوف بقى يا هانم، أني فكرت وربنا هداني للحل السليم. أني هستأذن سيادة العميد واللي يقول عليه يمشي. آه. وهتستأذنه إزاي بقى سيادة العميد؟ إيه إيه. هطلب زيارته وآخد رأيه. شوف يا ابن الناس، إذا كنت فاكرني غبية تبقى حمار. سامي هانم. أنا مش هانم يا حبيبي. أنا هانم وقت ما أحب أكون هانم. لكن مع واحد زيك انا مستعده اشرشحه. ويكون في علمك بقى، المخابرات عندها علم بالموضوع، فهي تسمع كلامي يا نغرق كلنا سوا. هقول انك كنت مشترك معاهم في المؤامره. انا مش باقي على حاجه، انت اللي عندك مراتك واولادك، يبقوا يفرحوا بيك بقى وسيادتك مشرف في السجن الحربي. انت مش طريقه التفاهم دي يا مدام. والله انا اخترت الاسلوب اللي ينفع معاك. هم 24 ساعه والفلوس تكون عندي. بس مع السلامة. وبقفل الباب بالشويش، لا ترزعوا تفتكروا باب زريبة يا جلنف. سامحني يا أشرف يا أخويا، أنت عارف ظروفي وظروف الشغل، وبعدين أنتوا بصراحة بقى اللي بيقرب منكم بيطلط. أنا مقدر موقفك يا اللي خلاني أجي لك الشديد القوي، الأمانة اللي عندي. بلى مراتك عايزه تاخدها. اوعى تكون اديتها حاجه يا هلال. عيب يا اشرف اخويا، ده انا رقبتي فداك. بس اصل يعني بس ايه؟ بس ايه يا هلال؟ عايزه تاخدها بالعافيه، عايزه تبلغ. بصراحة العباره، بصراحة العباره مراتك دي ست مش اصيله. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده، فهمها زي ما انت عايز. الشنطه فين دلوقتي يا هلال؟ عندي. عندك مكان تاني امين غير البيت؟ ايوه طبعا عندي. يبقى اتصرف يا هلال. طب وسامي؟ اعتبرها مش موجوده. انا هتصرف. الامانه دي يابا تخص اشرف دسوقي، وانت عارف الراجل ده افضله عليا كبيره قد ايه؟ افضله وافضل اهله علينا كلنا يا هلال يا ابني. دي فلوس يابا، الراجل بعد ما يطلع من السجن
مش هيلاقي حاجه تستره وتستر عياله غيرها. هتكون في الحفظ والصون ان شاء الله. يعني جايز تجر مشاكل ولا حاجه، عشان كده مش عايز الدبان الازرق يعرف لها طريق جر. اتفضل 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 يا حضرتك. انا اسف قوي، المكان مش قد المقام، دي شقه واحد صاحبي، بعد اللي حصل ما لقيتش اي مكان استخبى فيه غير هنا. اتفضل 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 يا حاجه. حاجه ايوه يا ابني. امي دي الست عصمت اللي كنت بقرا لك كلامها في الجورنال النهارده. اهلا يا بنتي، ربنا ينصفك وينور بصيرتك. تعيشي يا حاج، انا ما عملتش غير الواجب. امال فتحي فين يا ام؟ خرج وهيرجع بالليل. فتحي ده صاحبي وصاحب الشقه، هو اللي جاب لي حبيبه وامي من البلد امبارح. خير يا بنتي؟ ما تخافيش يا ام، الست عصمت عاوزه تتكلم معاكي كلمتين بس. وانا يا بنتي هعرف اقول لك ايه بس. قولي لي يا حاج، بيقولوا ان ابنك ارهابي وبيقتل في الناس، صحيح الكلام ده؟ منهم لله الظلمه، كل اللي اقدر اقوله لك ربنا على الظالم المفتري وهو وحده اللي يظهر الحق. يعني ما لاحظتيش على ابنك اي ميل للعنف؟ يا بنتي ده عمر طول عمره متربي على معرفه ربنا، هم عاوزين ايه بس منه؟ ما يسيبوه في حاله بقى، ولا عاوزين يطفشوه تاني زي ما طفشوه قبل كده ويفضل عايش بعيد عني سنين طويله؟ ده حرام يا بنتي والله. ده حرام. اهدي يا امه، امال حبيبه فين؟ حبيبه خدت الدواء ونامت يا حبه عيني. ولدت واحنا بره، والدتها ماتت وهي بتولدها، وده من الحاجات اللي رجعتني مصر. عندها كم سنه؟ خمسه وشويه، من يوم ما رجعنا وهي تعبانه قوي. ارجوك يا استاذه بلاش حبيبه. ليه؟ مش عاوز ادخلها في الموضوع ده، مش عاوز احس اني بستغلها او بتجر بيها. بس دي قضية رأي عام، والمطلوب ان احنا نأثر في الرأي العام ده على قد ما نقدر، مش عشان ابرقك، عشان سلطات التحقيق تفكر مرتين قبل ما توجه الاتهام. ارجوكي معلش بلاش حبيبة. بابا انت صحيتي حبيبتي؟ هو انا نمت خالص، انا كنت طول الوقت بلعب مع نادية ومحمود تحت الشجرة الكبيرة. انت بتحلمي يا حبيبتي، مش تسلمي على طنط؟ اهلا يا حبيبتي. انت اسمك ايه؟ عصمت. وايه دي كاميرا؟ اه. ممكن تصوريني بيها انا وبابي؟ ممكن قوي، يلا وريني كده. على مين؟ يلا الكاميرا الحلوه بقى، بوزها كده بابي، كمان واحده. صباح الخير. كل واحد يروح على شغل. يا نعم. سؤال واحد مفيش غيره. شافعي بيه رجع يبعتلك بهايم ليه؟ رحت هناك عملت ايه؟ أظن أنت أكتر واحد تعرف يا معلم حمدان إني بالروية ومحدش قدر عليا. إيه؟ لسه؟ وهعيش طول عمري مية مية، وما دام أنت جيت بقى لحد هنا عشان تطمن عليا، أحب أبشرك بشرة خير. أنا نويت أرخص اللحمة جنيه في الكيلو للجزارين. يبقى مخ حضرتك طاق. إحنا بنكسب أكتر من كده. فيها ايه لما نرخص للجزارين جنيه وهم يرخصوا للناس؟ فيها انك اتجننتي، فيها خراب بيوت يا افكار. اسم المعلمه وكلمتي هي اللي هتمشي، وانت هترخص غصب عنك، يا اما جزارينك هيجوا يشتروا مني، وابقى دلل بقى على لحمتك يا حمدان. اللي عملته افكار هانم ده شيء هايل جدا من وجهه نظرنا كوزاره التمويل، ومن ناحيه نظرنا احنا خراب بيوت يا جميل بيه. انا رخصت جنيه وبرضه بكسب، والعملية مش فطيرة. أيوة،
ودلوقتي بقى اللي مش هيرخص زي المدام افكار. الله ايه يا سعاده البيت، مدام افكار وافكار هانم، هو انا بلا مؤاخذه شايفني فاتحه بوتيك؟ هي العمليه قطع عرق وتسيح دم، واللي مش هيرخص زيي تعلقوه وتسلخوه. تكونيش ناوي تخش الانتخابات؟ ما تكلمنيش انا، كلم سعاده البيت. يا جميل بيفهمني، احنا لو رخصنا للجزارين الجزارين مش هترخص للزباين. التموين يبقى يصطفل مع الجزارين، لكن احنا نعمل اللي علينا. وهو ده الصح، وانا بوعدك ان هكتب تقرير مفصل وهرفعه للمسؤولين. تشكر ساعة البيت، فدتكم بعافيه يا معلمين. الله يعافيك يا اختي، عقبال ما يدوك نشان البتال. مساء الفل يا ست الكل. الله الله الله، ايه ده كله؟ ده انت رسمت المعلمه على الاخر. اقل منها ولا ايه يا افكار؟ ده ودود يا معلم جابر. اتفضل. احكي لي بقى، ايه اخر اخبار المذبح؟ نص جزارين البلد اتصل بيا، والنص التاني هيتصل طبعا. ربط معاهم كلهم وريحهم في الذبح، وانا من ناحيتي هكلم شفع بيه يبعت لنا اللي يكفيه. وبكده تبقي انت ملكه المذبح، وتقعدي بقى تريحي في البيت بدل المرمطه، وانا هشيل الشغل كله لوحدي. تشكر يا معلم جابر، ده انت تشيل ونص، على الاقل تريحني من خلقه حمدان. واذا كان على اجرتك. اجرتي افكار، انا برضو جابر، واللي في قلبي لسه في قلبي. احنا مش هنخلص بقى من الموال ده يا جابر. امال هتعيش من غير راجل افكار؟ انا مش هتجوز بعد المرحوم. ليه؟ كان اجدع مني في ايه؟ ما هو في حال المبتدى برضو كان صابي زي سلامه وبشكار زي حالاتي. شفت فيه الحنان اللي اتحرمت منه طول عمري. انا عايزاك تفهمني يا جابر. محدش في الدنيا دي كلها فاهمك قد افكار. في الاول ما رضيتيش بيا ورسمتي على فلوس زينه. انا يا جابر؟ ايوه، ودلوقتي بعد ما اتغنيتي عايزاني خدام عندك وبس، وبتلفي طبعا على شفع بيه زي ما قال حمدان بالظبط. لا بقى وانت الصادق، ده انت الاستغلالي. لما حسيت اني محتاجه لك حبيت تفرد قلوعك وتتشرط عليا. بقول لك ايه، انا غلبت معاكي وزهقت منك، انا خلاص لا عايز اتجوزك ولا عايز اشتغل عندك. الباب يفوت جمل. طيب افكار، ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. ممكن افهم يا ست الظابط انت بتراقبني ليه؟ يا فندم حضرتك بتتكلمي عن ايه بالظبط يا مدام؟ انت عارف كويس انا بتكلم عن ايه؟ وقول لي سياده اللواء رشدي ما يصحش اللي بيعمله ده، وانا هكلم سياده الوزير شخصيا في الموضوع ده. ده اسلوب سخيف ومرفوض. ورانا؟ لا آه.
الجرح بينها عليا شويه. معلش هانت قربنا نوصل. بسرعة قبل الجرح ما يتسمى. مش ممكن، ما اقدرش. أرجوك يا أستاذ بسرعة. كفاية يا أستاذ. اكوي الجرح. نور زميلي في الكلية عرض عليا ان انا اعيش معاه، يعني اوفر لي حق الاكل والنوم واتفرغ انا للمذاكرة والامتحان. انت بتقول ايه يا سيد؟ بتتكلم جد؟ مفيش حل غير كده. طب وانا؟ انا يا سيد؟ ما انا بعمل كل ده لمصلحتك يا نرجس. مصلحتي؟ مصلحتي انك تبعد عني؟ انا كل الطرق مسدودة في وشي. انا انسان فاشل يا نرجس. ما تقولش كده يا سيد، ده انت سيد الناس كلها، وكفايه ان احنا بنحب بعض. الحب ما اتخلقش لينا يا نرجس. انت ما بتحبنيش، انت عارفه كويس اني بعبد التراب اللي تحت رجليكي، وعشان كده عاوز ابعد عنك. تبعد عني؟ ده انا من غيرك ما اسواش حاجه.
بالنسبة لي كل حاجة. يا نرجس يا نرجس، مش أنا الشخص اللي بتتمنيه. روح يا بنت النهاية شوفي مستقبلك مع حد غيري. حد غيرك مين؟ هو أنا كنت اتضربت واتبهدلت عشان خاطر مين؟ اتمسح بكرامتي الأرض عشان خاطر مين؟ عشت خدامة لمرات أبويا عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطرك يا سيد. وجاي بعد كل ده وتقول لي أشوف واحد غيرك؟ اسمع يا سيد، أنا ضحيت بحاجات كتير قوي في حياتي، لكن ما عنديش استعداد أضحي بيك أنت. يا نرجس أنا قررت ومش هرجع في كلامي. وأنا مش هسيبك تخرج. سيده سامي شعراوي؟ ايوه. اتفضلي امضي هنا. امضي على ايه؟ ورقه طلاقك يا ست. أدهم بيها؟ أنا عايزة أقابلك. عرفتي مكان الفلوس؟ أيوة. فين فين؟ اتنين شاي لو سمحت. الحكاية مش سهلة زي ما أنت فاهم. أفهم عشان أعرف أخطط. قصدك نخطط سوا. أنا سبق وقلت لك إن أنا أحب الست الذكية أوي. خلاص نتفق الأول. اتفق يا ستي. أولا النص بالنص. موافق. ندخل بقى في المهم. تحت أمرك. انت اكيد مأمن نفسك من ناحيتي. من حق انا كمان أأمن نفسي. ايه اللي يضمن لي انك مش هتغدر بيا بعد ما وصلك للفلوس؟ انا مستعد اديكي كلمة شرف. لا، انا افضل انك تمضي لي على دي. ايه ده يا مدام؟ عايزاني امضيلك على ورقه توديني حبل المشقه؟ لا ما تخافش،
الورقه دي هتتحط عند ناس انا اثق فيها، لو حصل لي اي حاجه ساعتها هتتقدم للجهات المسؤوله. زينهم كان ناوي يربي فيها بهايم عشان يضيع شافعي خالص من السوق. وبتجيب سيرة شافعي في الموضوع ده ليه؟ اللي حصل هو اللي حاولهولي. شافعي حب يسبق زينهم ويشتريها، بس زينهم علّى السعر وربط كلامه، حاول يشاركه مرضيش. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما خلاص. خلاص؟ يعني ايه؟ الباقي فهميه انت بقى. يعني انت عايز تفهمني ان شافعي بيه كان له دخل في قتل زينهم؟ لا اله الا الله، انت مش عايزه تصدقي ليه؟ اقول لك، تعالي معايا. على فين؟ تعالي بس. ازيك يا ام حسين؟ تعالي ما تخافيش. ادي مرات القاتل وادي مرات القتيل. احب عقلك يا ست، ابوس رجلك. انا غلبانه وصاحبه عيال والعيال ما لهمش ذنب. انطقي بالحق ومن غير لوعه، ايه اللي حصل بالظبط؟ اتكلمي ما تخافيش. ابو العيال كان شغال غفير عند الشافع بيه، وكنا راضيين بقللنا لولاش البيت امعه وبعته على مصر. وهو فين دلوقت؟ قتلوه تاني يوم لاجل ما يدفن السر معاه، وانا والولاد عطونا قرشين لكن ضاع. وليه ما بلغتيش البوليس؟ المية ما تجريش في العالي، وخفت علي انا والعيال استهانم. هتبلغ الحكومة استهانم؟ لا، هبلغ ربنا. خدي خدي دول العيال. ربنا يسترك يا استهانم، احميكي وخليك يا استهانم، احميكي. صدقتي وامنتي؟ ولازم انتقم من شافعي. لا، سيب الموضوع ده عليا انا. يعني من كتر حبك في زينهم؟ لا، عشان اصلح غلطتي معاكي وادفع شافعي ثمن غلطته معايا. حلف لا صدقك. احنا من دلوقتي مع بعضين وعلى ميه بيضة. طب انا همشي معاك لحد باب الدار. حلو، تقدري تبعدي شافعي عن العزبه بكره بالليل. صباح الخير يا معلم جلال. صباح الفل ونرجس وياسمين. انا امال ابويا راح فين؟ زي عوايده، وصل مع مفش التمويل. وانت عامله ايه يا عروستنا؟ الحمد لله. على فكره كتر الف خيرك على اللي عملته معانا. انا عملت حاجه؟ ازاي بقى؟ ابويا قال لي ان الفرح كله انت اللي قمت بيه. الواحد لازم يفرح لحبايبه ونلبس. على العموم انا تحت امرك. اي خدمه انا تحت امرك. تعالي لي على طول. متشكره قوي يا معلم منجلاوي، طول عمرك راجل كريم. عن اذنك. على فين؟ مش هستنى ابوكي؟ لا، اصل سايب موعدني انا هيفسحني النهارده. عن اذنك. على السلامه يا نرجس، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم ولاد الحرام. قدمت شهاده مرضيه واعتذرت عن الامتحان. ولا يهمك، ملحوقه السنه الجايه ان شاء الله. وهنعيش ازاي للسنه الجايه؟ دول القرشين اللي جولنا نقطه في الفرح طاروا زي الدخان. معلش يا حبيبي، ما دام احنا مع بعض كل شيء هيهون. هيهون ازاي بس؟ ده احنا حتى ما معناش زواده بكره. بكره كل شيء هيتغير. بكره بكره بكره، ولو ما اتغيرش بكره نغيره احنا يا سيدي. نرجس؟ ايه يا نرجس؟ في ايه؟ قاعدة كده ليه يا بنتي؟ عايزة في كلمتين يابا. ايه خير؟ نتكلم فوق أحسن. ماشي، يلا بينا. مساء الفل يا نعم. يسعد مساك يا أخويا، عاملة لك حتة أكلة هتاكل صوابعك وراها. هما بيطلعوا ايه مسا دول؟ مساء الخير يا مرات أبويا. خير يا نرجس؟ عايزاني في ايه يا بنتي؟ هنتكلم في اوضتك احسن يابا. طب تعالي يا بنتي. يا اختي. خير يا نرجس؟ زي
بيتي يا رب. ماله بيتي؟ اهله قطعوه عشان اتجوزني، اصلهم كانوا عايزين يجوزوه بنت عمه. مش ده كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي. صح كلامك يا رب، بس تعمل ايه بقى في نظام الفلاحين؟ عايزين يذلوه يخبطوا راسه في الحيط، عشان كده قطعوا عنه الشهريه اللي بيبعتوها له كل شهر عشان يكمل تعليمه يا رب. اما ناس ولادات الاصل بصحيح عايزين يضيعوا مستقبل الواد. تقول ايه بقى يابا في الزمن اللي الدم فيه بقى ميه والاخ بيبيع فيه اخوه؟ ما تزعليش يا بنتي، اي مبلغ يحتاجه سيد انا رقبتي سداده. ما افتكرش يابا، انت ما تعرفش سيد، عايز تنسه هتمنعه يابا، هتمنعه انت ما تعرفوش. طب وانا بايدي ايه اعمله يا بنتي؟ ربنا يخليك ليا يابا، ده انت الخير والبركه يابا، ده انا ماليش غيرك في الدنيا، في ايدك كل حاجه يابا، في ايدك كل حاجه. يلا يا ريس اعمل لك همه انت وهو. ايوه بس فاكر. ايه الهمه دي كلها؟ اهلا اشرف بيك. اللي بعدها يا ريس السيد راح مع سناره. عارف بسرعه عشان كده جيت اطمن عليك. ايه ده يا نرجس، ده انت خليت المعرض يلمع. لا ولسه، انت شفت حاجه؟ حكيم انا لما احط دماغي في حاجه. عارف، وده اللي بيعجبني فيك. انت الظاهر في حاجات كتير قوي بتعجبك فيا يا اشرف بيه. كويس انك حسيت بكده. المرايات ملطشه قوي يا ريس، عايزاها تنضف تبقى زي الفل. هات يا ريس هات. طب ايه رايك لو ترتاح شويه ونتغدى سوا؟ انا خلاص اتغديت مع العمال. يبقى محتاجه حاجه تهضمي. يا ست نرجس العربيه مدرجنه اول مره. عن اذنك يا اشرف بيه، هبعت لك القهوه مع العمال. بتسأل ليه؟ هنا مش هتقدري تعملي بالفلوس أي حاجة، ولا هتعرفي تتصرفي بيها. أبسط حاجة يطلع لي قانون من أين لك هذا؟ ده غير المباحث والمخابرات. اسأليني أنا، أحسن حاجة نهرب الفلوس بره البلد. بس هنخرج بيها إزاي؟ نحولهم ضمانات. طب والجمارك؟ أنا أعرف واحد كنت قدمت له خدمة أيام ما كنت في المخابرات. طب كويس، يبقى أنا ناقصت تذاكر الطيارة، ودي أنا هتولاها بنفسي. نتقابل بكره الساعه 11 في اوروبي؟ مفيش مانع، بس انا افضل ان انا اروح معاكي عشان اخد الباسبور ونقدر بقى نطلع التاشيره. اتفضل، دي واحده هجيب لك الباسبور. انت بتحبيه ده؟ ايوه كنت بحبه. اتجوزنا بسرعه وكل شيء انتهى بسرعه، كانت ايام جميله زي الحلم، عشتها وصدقتها وتريني كنت عايشه كدبه كبيره لغايه يوم المحكمه. كان واقف في القفص وعينه على مراته وولاده. أنا ست بشم ريحة الحب من بعيد، الحب كله كان ليهم، اللي حتى ما فكر يبص ناحيتي بصة واحدة. ساعتها حسيت إن طول عمري كنت الزوجة التانية اللي عايشة في الظل. ساعتها بس قررت إني أعيش لنفسي، نفسي وبس. الباسبور اهو. فكريش في اللي فات، فكري في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. ادهم بيه، احنا شركه في الفلوس وبس. تصبح على خير. ما
مدام اتفضلي تذكريني. كنت عايزه احجز تذكره عوده للقاهره باسم ساميه شعراوي. تحت امرك يا فندم. امتى؟ يا ريت على نفس الطياره اللي مسافرين عليها. هي مش بتقعد في المطار ساعه وبتقوم؟ ايوه يا فندم. يبقى احجزي لي عليها، ويا ريت تكون تذكره منفصله. الشنطه فين يا هلال؟ شنطه ايه يا بيه؟ انت هتستعبط عليا؟ الشنطه فين يا هلال؟ قول لهم ما تخافش مش هيأذوك. الظاهر في غلط في العنوان يا بيه. انت حاطينها طيار ولا لا؟ ابو سيدك يا بيه، انا ما اعرفش حاجه. انا عندي عيال وعايز اربيه. احنا مش عايزين منك غير الشنطه وبس. ما اعرفش عنها حاجه. دوروا عليه. دور عليه؟ على راحتك، على راحتك يا هلال. هاتوا مراته. مش جاية ولا ايه؟ لا انا افضل استنى هنا. هاتوه هاتوه. يلا يا رجالة يلا. خبر ايه يا استاذ؟ هي البيوت ملهاش حرمه ولا ايه؟ احنا مخابرات يا حاج. مخابرات. طيب المخابرات جايه لحد هنا عايزه ايه؟ ابنك هلال جاب لك شنطه من كام يوم يا حاج. الشنطه دي فيها مستندات متعلقه بامن الدوله، فمن مصلحتك ومصلحه ابنك تسلمنا الشنطه يا حاج. والله الدار قدامكم، فتشوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس لعلمكم ما عندناش هنا شنط خالص. شوف يا ابو ولاد، اذا الشنطه دي ما ظهرتش البحر دقيقه من دلوقتي ههدي لك البيت على اللي فيه. قلت ايه؟ سيب هلال، خد رجالتك وامشي من غير مطرود. انت كده بتتحدى السلطه الشرعيه للبلد. بلاش غلبه يا سيدنا الافندي. اتفضل اتفضل وريني عرض كتافك. سيبوه. هلال انتي انتي مش كنت في المطار؟ انتي ما سافرتيش؟ ما قدرتش، قلبي ما طوعنيش، في اخر لحظه سبت الوفد وجيت لك عشان نسافر سوا. مش كده احسن يا عمر؟ مش كده احسن يا حبيبي؟ والبطارخ فين البطارخ؟ بطارخ ايه يا عمر؟ اخص عليك، بقول لك وحشتني. استني، ايه يا عمر؟ البطارخ هنا يا حبيبي. هنا؟ هنا فين؟
بسرعه. البطارخ هنا فين؟ خلاص عليك يا عمر. وانا اللي كنت فاكره هتنبسط لما تشوفني، فمش هقول لك. قولي لي فين؟ قولي فين وبسرعه. جرالك ايه يا عمر؟ قولي لي فين البطارخ؟ فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ مفيش وقت. فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ فيها القنبله. استريحتي؟ قنبله؟ ايوه، وهتنفجر بعد دقيقتين. قولي لي فين البطارخ؟ اما انت دمك خفيف يا عمر. قنبله في البطارخ؟ لا اكيد انت بتهرب. انا ما بهزرش. قولي لي هي فين؟ انت اللي حطيت القنبله دي يا عمر؟ ايوه انا. كنت عايز تقتلني بعد كل اللي عملته عشانك؟ فين البطارخ؟ يعني انت ارهابي بقى زي ما بيقولوا. ايوه انا ارهابي. عاوز تعرفي ايه كمان؟ الوزير انا اللي حاولت اقتله، حادثه السفاره انا اللي مدبرها، الطياره كنت هنسفها بكل الوزراء اللي فيها لولا غبائك. فين البطارخ؟ البطارخ في ايد امينه في مباحث امن الدوله يا عمر. كده بقى انا كفرت عن ذنبي، خدت اعترافك بالكامل وهوصلك لحبل المشنقه بايدي يا عمر. انت بتشتغلي مع البوليس؟ انا مصريه يا عمر، شربت من ميه النيل، من زرع شيطاني زيك يا كلب يا خاين يا ارهاب يا حقير يا بنت الكلب. انا توقعني مره زيك؟ عمر السناطيري اللي دوخ البوليس 20 سنة توقع مره زيك؟ لا ده بعدك. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 702 المتجهة إلى أبو ظبي على جميع السادة الركاب بسرعة الانتهاء من إجراءات السفر. شكرا. علينا يا عمر، كمان ساعة والطيارة هتنفجر.
سعد، انت وتوفيق تلموا كل الاوراق الموجودة هنا وتحرقوها، ما تسيبوش اي حاجة تدل علينا. رشاد، خد ربيع وخليفة ولموا السلاح وجهزوه، قدامنا نص ساعة، اول ما يوصل الخواجة والدكتور هنتحرك على طول.